السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا برنامج اسمه ميك هيومن، ده بيعمل أشكال للإنسان. تقدر تدخل على برنامج زي بلندر 3 دي ماكس والمية. أول ما يفتح البرنامج ممكن تدخل على الجزء بتاع موديلينج وتبدأ تعدل مثلا العمر بالشكل دوت، ممكن تعدل العضلات، الويت، الهاي، الارتفاع، الجنس الافريقي مثلا او مش افريقي، اسيوي وهكذا. وبعد كده تدخل على النوع، تدخل على الوجه، تبدا تشوف الوجه هيبقى عامل ازاي، الوش يبقى باين انه كبير او صغير وهكذا. ممكن تحدد بقى انهي حته اللي انت عايز تعدل فيها، مثلا الرقبه، لو انت شفت الرقبة وبعد كده تلاقي هنا بقى الجسم نفسه، هو اوتوماتيك بيعدل الشكل بتاعه على اساس تبقى شايف التأثير هنا من الامام، خلف، يمين، شمال، فوق، تحت وهكذا. تقدر تحدد انهي جزء اللي انت عايز تعدل فيه. الايد هو بيعمل زوم على الحاجة اللي انت عايزها، ودي من الخصائص سيتنج، هتلاقي هنا اوتو زوم كاميرا، فدي مهم جدا عشان يعمل ابديت على الحاجة اللي انت عايزها. هنا مثلا العيون تقدر تختار شكل العين اللي انت عايزها بالحواجب، بالرموش، بالحاجات ديت. ممكن تقول له بقى الماتيريال، تختار الماتيريال كل حاجة انت عايزها. ممكن تقول له الانيميشن، الحركة، شكل الاجزاء اللي هيبدأ يحركها في البرنامج. تقدر تعمل فلتر من هنا للحاجات اللي انت عايزها، مثلا ممكن تاخد الاشكال ديت حسب انت عايز اكشن او سبورت او كده. الريندرنج هيت بيبقى يديك حاجات خاصه بالريندر، هو ده بيعمل ريندر اللقطه. ده كده شكله كده كصور مان. ريندرنج سيتنج، الاعدادات بتاعت اللغه. هنا في الجيومتري ممكن نيجي على كلوزز ونقدر نختار له ملابس معينة، ممكن تقول له لا انا عايز يمين يبقى حاجة بشكل دوت، نلبس له حذاء معين، وممكن كمان نلاقي له طاقية مثلا. تقدر تقلب الشكل، لو انت عامل اصلا اليمين مختلف عن الشمال تقدر تقلب بينهم. وممكن تيجي هنا فايل وتقول له انا عايز اعمل سيف للملف، فتسيف بالاسم اللي انت عايزه. ممكن تقول له سبورت فتسيفه ك دي اي اي او اف بي اكس او او بي جي وهكذا. تقدر تسيف الحاجات ديت زي ما انت عايز.